لسه مستمرين طبعا. حسين شحات مباراه كبيره، لعيب جامد وتقيل، وماتش حلو قوي من حسين. الف مليون مبروك يا حسين، ماتش كبير ومجهود كبير ذهنيا ونفسيا قبل المباراه وبدنيا في الملعب. الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم. والله الحمد لله طبعا، يعني اولا مبروك لنادي الاهلي ومبروك لجماهير نادي الاهلي العظيمه اللي دايما كانت ورانا، اللي ما كانتش شاكه اللي احنا يعني اللي احنا هنخسر خالص، لا كانت دايما بتشجعنا ودايما معانا. فبحب ابارك لهم وبقول لكم بقول لهم ان شاء الله ما تقلقوش، اللي جاي احسن واحسن. طبعا مباراه كبيره، احنا كنا نازلين عندنا تحدي كبير، مش الغيابات بس، لا احنا عندنا اللي احنا المونتيري يعني كانت كسبت الاهلي مرتين، فاحنا كنا عايزين نكسب المره دي. فالحمد لله قدرنا ان احنا نعمل كده، واللعيبه كلها كانت رجاله وكلها كان قلب على قلب بعض، فالحمد لله دي كانت اهم حاجه يعني. المباراه بشكلها بشكل عام ضيعنا كورتين ثلاثه في الماتش في اول مباراه، واحده ليك واحده لاحمد عبد القادر. رغم كده كان في تركيز ذهني مميز داخل الملعب لحد ما جه الهدف. الاستراتيجيه اللي كنت بتلعبوا بيها، التاكتكس اللي كان بيتكلم معاكم فيها مستر بيتسو موسيماني او كابتن سامي قمصان كمان. والله يعني بص، انا عايز اقول لك يعني احنا بنضيع، بس كنا كلنا بنشجع بعض، كلنا بنقول ما فيش مشكله يعني، سواء انا لما ضيعت او سواء اما اي حد كان بيضيع، كلنا كنا بنكلم بعض كويس، لا احنا ما تقلقش اللي جايه هتيجي، مش مهم خلاص ده خلاص ضيعنا يعني، ان شاء الله اللي جايه احسن، اللي جايه احسن. فالحمد لله دي كنا بنلعب عليها. وطبعا الاستراتيجيه كان كوتش طبعا في الاول قال لنا اضغطوا في الاول، هو كابتن سامي، وبعد كده خلاص وقفوا بقى، احنا بقى لعبنا. فالحمد لله ده اللي احنا قدرنا نعمله، حتى الجول اللي احنا جبناه كنا متفقين ان احنا هنعمل كده. فالحمد لله ربنا كرمنا. كان يعني علي كان عاملها بالعرض بس اتردت لهاني بره، فالحمد لله يعني دي كان ربنا موفقنا فيها يعني. انت لعيب كبير، دورك مع اللعيبه الصغيره اللي كانت موجوده لسه اول مره تشارك كاس عالم، حدث كبير قوي، وانت ثالث مره بتشارك في كاس عالم، مره مع العين ومرتين مع الاهلي. المره اللي فاتت يعني خدنا البرونزيه، المره دي هتجيب لنا ايه؟ وقلت برده ايه للعيبه يعني؟ باذن الله والله يعني دور اللعيبه كلها، كل صغير كبير وكله، فالحمد لله كل اللعيبه موجوده كلها كبيره، مفيش حد صغير ومفيش كبير، كله بيلعب باسم تيشيرت النادي الاهلي، فدي حاجه كبيره. وطبعا يعني السنه دي ان شاء الله اتمنى ان انا احقق الذهبيه انا والرجاله كلها، عشان خاطر اكون حققت الثلاث ميداليات بقى. الف مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبي، ربنا يخليك.